السيد الرئيس، الحضور الكرام، موسم حصاد القمح يأتي حاملاً معه بشائر الفرح والعطاء والخير، فهو رمز الرخاء على مر العصور. نشاهد الآن فيلماً تسجيلياً من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان أرض الخير. بإرادة مصرية يشق المصريون طريقهم في بناء اقتصاد وطني قوي يحقق الاكتفاء الذاتي عبر مشروعات ما كانت لتتجلى دون رؤية مستقبلية لقيادة سياسية لطالما آمنت بجدوى الحلم والتحدي والإنجاز. القمح، الذهب الأصفر، أول نبات اهتم به القدماء المصريون، وعليه نشأت أعظم الحضارات. وقد عرفت مصر القمح منذ آلاف السنين ونقشت رسوماته على جدران المعابد. وللأهمية الاستراتيجية للقمح، فقد كان على رأس أولويات القيادة السياسية لسد الفجوة الغذائية بين الاستهلاك والاستيراد، فتم استصلاح آلاف الأفدنة وزراعتها بالقمح هنا في جنوب الوادي، الأرض الواعدة. تتجلى ثمار جهود الدولة بزراعة مساحة من الأرض الزراعية بلغت 217,700 فدان، تنتج ما يقرب من 550,000 طن سنوياً. هنا يتجدد الحلم في منطقة توشكا، أحد أهم المشروعات القومية في قطاع الزراعة، عبر تحقيق الاستغلال الأمثل لمياه بحيرة ناصر، حيث امتدت إليها أيادي التنمية، فتم زراعة 63,900 فدان للقمح. وإلى شرق العوينات، حيث بلغت المساحة المنزرعة فيها 145,200 فدان. وفي منطقة عين ذلة تم زراعة 4,550 فدانا. وفي الفرفرة تم زراعة 4,050 فدانا. ولم تتوانى الدولة المصرية في توفير تقنيات الزراعة الحديثة والاستعانة بأحدث الماكينات الزراعية اللازمة لزراعة وحصاد القمح. مع الاستمرار في بناء منظومة متطورة من الصوامع بمناطق متنوعة في شتى أنحاء الجمهورية للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي، فتم إنشاء 7 صوامع جديدة بإجمالي طاقة تخزينية 420,000 طن، وهم صومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بسعة تخزينية 90,000 طن، صومعة بني سلامة بمحافظة الجيزة بسعة تخزينية 60,000 طن، صومعة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية بسعة تخزينية 90,000 طن، صومعة بوسوير بمحافظة الإسماعيلية بسعة تخزينية 30,000 طن، فضلا عن 3 صوامع بمناطق الحمام والخرجة وصان الحجر بإجمالي طاقة تخزينية 150,000 طن.
واليوم نشهد بدء موسم حصاد ما زرعناه على تلك الأرض الطيبة لنعيد مصر إلى سلف عهدها ومجدها كدولة زراعية تسعى لتلبية احتياجاتها من القمح. لتثبت مصر دائماً وأبداً أنها كانت وسوف تبقى أرض الخير.